السلام عليكم، معاكم ميس أمنية ومعانا ياسين يلا سمسم. النهاردة الجزء الثالث من ازاي تأسس الطفل في اللغة الإنجليزية. آخر حاجة خدناها أخدنا إن في عندي الفاولز. قولي الفاولز يا سمسم. الاي اي 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 الساوند بتاعها ا ا ا لايك اند اند. طيب اي اك 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 اي I إيه like in o o on you you a like إيه an. تمام. هنا ال a ده اسمه short vowel. اسمه ايه ده يا سمسم؟ short vowel. يعني short vowel، الشورت vowel يعني الصوت الصغير بتاع حرف ال a a a. طيب ال A بقى وال E وال I وال O وال U بيعرفوا يقولوا اسمهم، صح ولا لأ؟ لما يكون معاهم ايه؟ حرف متحرك تاني، الأول يقول اسمه والتاني ما يقولش حاجة. طيب هعلمك النهاردة بقى حالات كل حرف. يعني ايه حالات كل حرف؟ دلوقتي يا سمسم ماما قالت نكتب كلمة train. تعال spell train مع بعض. R R A اي، عشان الاي بتقول اسمها لازم يبقى معاها حرف تاني. بص بقى هنحط اي، هنحط مين؟ اي ان. طيب ماما قالت نكتب كلمة جيم. جي ان اي ام ام اي. ماما قالت نكتب كلمة ساي. اس اس اي اي واي. دول الثري three ways، التلات طرق عشان انطق او عشان اكتب حرف ال A، الصوت بتاعه الاسم بتاعه اللي هو long A. كم طريقة هما؟ بص، اول طريقة ال A جنبيها I. ال A جنبيها مين يا سمسم؟ بص هنا ال A جنبيها I. تاني طريقة A حرف ساكن M E E حرف A حرف ساكن E. تالت طريقة ال A Y. يبقى كام طريقة هما لل A؟ تلات طرق. A جنبيها I، A جنبيها حرف E، A Y. طب الكلام ده يفهمك ايه يا سمسم؟ يعني لو ماما قالت عايز اكتب كلمة made ما ينفعش اكتبها كده M A E D. ينفع اكتبها كده؟ ينفع اكتبها كده ميد؟ لا غلط. ليه غلط؟ عشان ال A ما تجيش جنبيها ال E. ال A ما تجيش جنبيها مين؟ ده غلط. وما نكتبها ازاي ميد؟ نحط ال A هنا. ايوة M A وبعد كده نحط حرف ساكن وبعد كده نحط مين؟ E. ده الصح. يبقى ال A وال E ما يقعدوش جنب ايه؟ جنب بعض. فهمت؟ فهمت ازاي؟ طيب تعالى اقول لك على حاجة. لو الماما قالت عايز اكتب كلمة مثلا سيل. سيل، يلا سبيل سيل. اس اي اي ال. طيب ال 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 انا هنا لازم احط اي. اي بعد كده ال. طيب بص بقى ما ينف... ده كده صح. بص هنا كده صح. ما ينفعش بقى اكتب اس اي ال اي كده. ايه غلط. يعني ال A لازم تكون جنبيها I لازقة على طول معاها. ال A تكون لازقة معاها مين؟ I. ما تنفع في كلمة فيها I لازم لازقة مع ال A. لازم نلزقها مع ال A. فهمت كده؟ فهمت وجهة نظر ازاي؟ فهمت انا قصدي ازاي؟ يعني ال A لازم تكون معاها ال I. بس ال A ما تكونش جنبيها مين؟ ال E. طيب تعال نتكلم بقى عن الحرف التاني، هو حرف ال E. شوف ايه الحالات بتاعت حرف ال E. بص يا سمسم، عشان الاي تقول اسمها اي قدامك كذا حاجة. اول حاجة يا سمسم اي اي، يبقى الاي تنفع تيجي جنبيها اي عادي، اي تاني عادي. زي مثلا كلمة تري. سبيل تري. تري سبيل تري يا سين. تي اي تري R R. يلا تري، اقول اكتبها ازاي؟ T R A double
اي كده الاي هنا هتقول اسمها ايه والاي هنا تقول صح. هنا ايه؟ طب استنى بقى، ايه ينفع تاني مع الاي؟ ينفع معاها اي اي ينفع اي اي عادي. مش انت قلت لي هنا؟ لا هنا ما ينفعش ايه الاي ليه؟ ايه الاي ما ينفع، لكن تنفع ايه اي دي اي دي عادي اما دي عادي، لكن دي غلط، ما ينفعش احط الاي والاي جنب بعض. طب عايزه اكتب كلمه بين. اي بي بي اي اي ان. طب ما لو انا قلت اي ان على طول الاي هتنفع تقول اي؟ لا يبقى لازم إيه. احط اي ان بي، يبقى دي صح ودي صح. ايه تاني بقى الحاله للاي صح يا سمسم؟ اي واي زي إيه؟ كلمه كي. عارفه زي سبيل ايه كي. زي ليه يعني ممكن نروح على سبيل كي. سبيل كي كي دي زي ليه؟ كي اي واي كي. طب ينفع بقى، ينفع كلمات فيها اي يو؟ لا لا، ولا ينفع كلمات يكون فيها اي او؟ ما ينفعش دول الاثنين دول. عارفه انا اقول لك ليه؟ دي لا دول على طول نفس الكلمه هدوس مش هتنفع. يبقى الاي عشان تقول اي 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 واي اي 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 واي. طب الاي عشان تقول اي 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 حرف ساكن اي اي واي. تعال بقى نشوف حرف الاي. تعال بقى نقول يا سمسم حرف الاي. الاي عشان تقول اي قدامك حالة الأولانية تحط اي اي، تحط اي ايه؟ اي جنب بعض. زي كلمة باي، زي كلمة باي بي اي اي. وينفع كمان نحط ايه يا سمسم؟ اي حرف ساكن اي، زي كلمة تايم. تايم دي انا كنت اقولها تايم. وزي كلمة لايك طبعا ما تنسوش تعملولنا ايه؟ لايك. ده الاي بس. طب ليه بقى يا سمسم بس؟ عشان ما ينفعش احط اي جنبيها اي ولا الاي ولا اي جنبيها مين. لا اي تنفع، ولا اي جنبيها او ولا يو ولا اي جنبيها يو. دول كلهم ما فيش كلمات فيهم تنفعش. ايوه من الفاولز. طيب تعالى بقى نتكلم عن حرف الاو. الاو بقى قصه طويله شويه. الاو بقى عندك مين؟ تنفع او او جنب بعض زي دور. سبيل دور. وينفع برضه سبيل دور؟ سبيل دور. سبيل دور. دي او او ار دور. وينفع كمان او لا استنى او اي زي كوت. سي او اي تي كوت. وينفع كمان يا سمسم او حرف اي. او حرف اي زي كلمة هوم. سبيل هوم كده. او هوم اتش اتش او او ام ام اي. يعني ده تنفع. وكمان تنفع يا سمسم او دبليو بس تيجي في الاخر زي كلمة سنو. اس ان او دبليو. لما تلاقي او في اخر الكلمه لازم تحط دبليو في الاخر. لما تلاقي او اخر الكلمه نحط ايه؟ دبليو. لو اكتر من كلمه بس بقى، لو كلمه صغنطوطه زي جو. سبيل جو كده. جو يبقى جي ايه تقول اسمها وتجري او بس كده. طب سبيل جرو. طب استنى استنى. سبيل جرو قول كده. جرو جي او لا بص جرو رو. ار او هنا بقى ما ينفعش احط او بس، لازم احط معاها ايه؟ احط معاها مين؟ الدبليو في اخر الكلام. لازم احط او دبليو لو الكلمه كبيره. لو الكلمه كبيره يعني اكتر من حرف، لكن لو الكلمه حرف واحد مينفعش. طب عايز اقول دو. سبيل دو. دي 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 جنبيها ايه؟ او احط دبليو؟ لا لا. طيب سبيل سنو. اس او سلو. اس او سلا. لا ال 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 او ينفع كده سلو؟ طالما اكتر من حرف يبقى لازم نحط ايه في الاخر؟ دبليو. دبليو طيب يعني لو كان او مع الاو. لو كان او حطها في الاخر. طب بقى ايه بقى اللي مش هينفع جنب بعض يا سمسم؟ مش هينفع الاو جنبيها اي. ليه بقى؟ عشان الاوي الاو جنبيها اي صوتها اوي. الاوي جنب الاو جنبيها اي صوتها ايه؟ اوي اوي. تعالى اقرا كده. او
والاو والواي كمان دي اسمها ايه؟ بوي. طب سبيل الكلمه دي، اقرا الكلمه دي. اويل. اوي لا اويل. طب هنا نطقنا او ولا نطقناها اوي؟ اوي. اوي سبيل الكلمه دي او ريد الكلمه دي يا سمسم. ريد سو لا سولو. سو ال سول سولو لا سويل س اوي لا. طب سوي. طب سولو سولو. ها نكتب كلمة سولو. اه هي سو لو عادي. هي بس اللي المفروض يكون في سولو. طيب ايه بقى كمان ما ينفعش هنا؟ ما ينفعش الاو يو يا سمسم، عشان الاو يو صوتها ايه؟ او او لايك ها لايك هاوس. لا هاوس. طب هاو او دبليو هاوس. Like out. Out. تعال بقى نشوف اخر حالة عندنا او اخر vowel اللي هو حرف اليو. ايه حالات حرف اليو؟ حالات حرف اليو يا سمسم، يعني اليو عشان تقول اسمها يو، بص بقى يو اي ينفع نحط يو جنبيها مين؟ اي زي كلمة سوت. وينفع يا سمسم يو اي زي كلمة بلو. وينفع كمان يو حرف ساكن اي زي كلمة كيوت. وينفع كمان يا سمسم الاي دبليو، عشان الاي دبليو بتتنطق ايه في الانجليش؟ يو. الاي دبليو بتتنطق ايه في الانجليش؟ يو. هنفتح الحالات حرف اليو، يعني ما ينفعش يو احط جنبها اي غلط، وما ينفعش يو احط جنبها مين؟ او برضو ايه غلط. الاثنين دول غلط. فهمت كده الباولز؟ طيب تعال نعمل الجزء بتاعنا، ان انا اقول لك كلمه وانت تعمل لي سبيل، تقراها تكتبها. سبيل يعني خليني اكتبها. اوكي. اه لا. اول كلمه عاوزاها يا سمسم اواي. سبيل اواي. يلا تعالى ساعدني نكتب كلمه اواي. اوكي اوكي يلا. اواي. ايه اي او اسمع كويس. ا و اي وي. مين الواء بقى؟ وي. لا مش ايه هي الوي. وي. مين الواء؟ مين الساوند بتاعها واء؟ مين الساوند بيقول واء زي ويندو زي وايت؟ واء واء واء. دبليو دبليو دبليو. اواي اي. طب عشان الاي بقى تقول ايه في الاخر؟ لازم لا اي لا بس ما ينفعش احط اي اي. لا بس نحط مين في الاخر عشان تقول اي واي بقيت ايه؟ اواي. طب يلا نعمل سبيل كلمة تاني. soft. او اسمع كويس. soft. s s o o f f t t. very good essence. طيب take. t t a a k k ايه 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 عشان الاي تقول ايه؟ يو يو يو. لا لا نحط في الاخر في حرف ساكن يبقى نحط ايه حرف ساكن. طيب اوكي عاوزه كلمه start. اس اس ار. اسمع كويس يا سمسم وبص كويس، يعني قول كده وانت بتكتب، قول وانت بتستهج. ستارت. اسمع كويس. تي. انا قلت تي. طب اسمع تاني بقى. ستا اي. لا ار. ستا اي. استنى ستا مين اللي بتقول اي؟ الاي بتقول اي او اي لكن دي ستا. بص بقى هفهمك مين هي الاي. طب ليه بنقولها مش ليه بنقولها مش عشان الار. طيب استنى كده نكتبها كلمه ستارت. بصي يا سمسم عايزاك تفرق بين الكلمه دي
اقرا لي الكلمة دي واقرا لي الكلمة دي. اقرا الكلمة دي. كار. شفت نطقتها ازاي؟ كا ا آه ا آه. طب شوف الكلمة اللي تحتيها. كات. طب ليه قلنا قلنا دي وقلنا دي ايه؟ عشان الار. لما تكون الاي بعديها ار ننطقها واحدة. طيب تعالى كده ساعدني ان انت تقرا الكلمة دي وشوف هتقراها ازاي. خلي بالك ان في ار اهي جنب الاي، هتقولها بقى يا ولا يا؟ يارد. يارد، بس مش هنقولها يارد، هنقولها ايه؟ يارد، عشان الاي جنب الار بتخليها تخينة. كا يا. قول معايا كا كار. يا ستار. اوكي يلا سبيل كلمة تاني. about ا بي. يبقى ايه الا؟ مين الا؟ بي اللي مش بتطلع هوا. باو او. مين اللي ساوند او؟ لسه قايلينه مع المين اليو. واليو ساوند بتاعهم او. about تي. تي فيري جود. يبقى دي اسمها ايه؟ about. طيب عاوز اكتب كلمة بيتش. بي تشي اتش. اسمع كويس. بي انت مسيبيني لوحدي. اديني سبتك لوحدك. تي لا بي بي. انا قلت بي. بي اي. اي. طب عشان الاي تقول اي لازم احط اي. لا ما تنفعش اي اي، ما قلتش اي اي انا في الحالات. لا لا اي لا اي. هنا نحط اي. يبقى بي تش تش تش. مين الساوند تش تش تش؟ اتش. لا سي. سي جنبيها مين؟ اتش. بقيت بيتش. بيتش. طيب النهارده فيديو صغنن، مش هناخد تأسيس، هناخد بس الريدنج. تعلمنا حالات كل حرف من حروف الفاولز، وعرفنا ان احنا ازاي نستهج كلمات ونقراها. لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا ايه؟ لايك.